بدأ الرئيس جو بايدن باتخاذ إجراءات تنفيذية لتوفير تدابير مؤقتة للإغاثة المالية السريعة لملايين الأمريكيين، إلى حين أن يبدأ الكونغرس في النظر في حزمة الإغاثة البالغة 1.9 تريليون دولار أمريكي لمساعدة المتضررين من جائحة كورونا. ووقع بايدن على أمرين تنفيذيين لزيادة المعونة الغذائية وحماية الباحثين عن العمل من البطالة وتمهيد الطريق للعمال الفيدراليين والمقاولين للحصول على حد أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً في الساعة. ويحاول الرئيس الأمريكي أن يحصل على موافقة الحزبين على حزبته الاقتصادية، معولاً على سيطرة الديمقراطيين لأول مرة منذ عقد من الزمان على مجلسي الكونغرس النواب والشيوخ. What the focus of his conversations are. الأولوية هي الحصول على حزمة من الحزبين والعمل مع أعضاء الجمهوريين والديمقراطيين على حد السواء للتوصل إلى اتفاق على ذلك. الأزمات التي تواجه الشعب الأمريكي من أرقام الوظائف، البطالة، مطالبات التأمين ضد البطالة والفيروس، أرقام رهيبة تتطلب إجراءات فورية، ونأمل ونتوقع أن يعمل أعضاء كلا الطرفين معا للقيام بذلك. وبدأت إدارة بايدن عملها مسلحة بالخبرات واحترام العلم والمهارات والتجارب التنظيمية، ويعتقد الاقتصاديون أن الولايات المتحدة يمكن أن تنتعش بقوة بمجرد تطعيم المواطنين، لكن الوضع لا يزال مروعاً بسبب نتج عن هذا الفيروس من إغلاق الشركات والمدارس وفقدان ما يقرب من 10 ملايين وظيفة وما يقرب من 30 مليون أسرة تفتقر إلى تأمين الغذاء لعائلاتهم. If you look at the plan that the president has put forth. إن الهدف الذي حدده الرئيس بتلقيح 100 مليون شخص في 100 اليوم الأولى معقول تماماً. يجب التواصل مع مجتمعات الأقليات بشكل خاص لتطعيمهم. إذا تمكننا من تطعيم 70 إلى 85% من البلاد بنهاية الصيف أو منتصف الصيف، سوف نقترب من درجة طبيعية مع دخولنا الخريف. تتكشف المزيد من سياسات بايدن وخططه داخلياً وخارجياً الأيام القليلة المقبلة، حيث يسابق الرئيس الأمريكي الجديد الزمن لمواجهة قضايا تتعلق على حلها الآمال العديدة. داليا الكومي، تلفزيون دولة الكويت، واشنطن.